السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في للنقاش من قناة عدن الفضائية ونرحب بكم في مستهل هذا الشهر الكريم أيضا أن نتمنى أن يكون هذا الشهر حالا على اليمنيين جميعا بكل الخير واليوم والبركات أعزائي المشاهدين نفتتح اليوم الأول لرمضاننا في العام السابع للحرب بأخبار هدنة أعلنها ويشرف عليها المبعوث الأممي الرابع إلى بلادنا السويدي هانز جروندبرج تتضمن الهدنة الهدنة شهرين من اللا قتال وخطة لتنفيذ اتفاق سكولم بشأن الأسرى والمنافذ البرية والبحرية وفتح المعابر التي تخنق محافظة تعز منذ سبع سنوات الهدنة تشمل بعض ما تم التوافق عليه في السويد ديسمبر 2018 ولم ينفذ منها الحوثيون شيئا بل واستطاعوا الاستفادة منها في استمرار حربهم على اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم كما في المناطق التي تتضرر من حربهم في بطبيعة الحال وهي أيضا محررة مناطق محررة مثلا وتلك المناطق ايضا التي في التماس والتي تشهد مواجهات لم تنقطع بل زادت ضراوتها باتجاه مارب منذ قرابه عامين. اذا يشعر اليمنيون بشكل متعاظم باهميه السلام بناء على حيثيات الحرب المستمره وصعوباتها منذ سبع سنوات يشعرون بذلك وباهميه السلام لكل شبر في بلدهم وحتى اخر نفس. لطفل من اطفالهم يفقد انفاسه حرا بفعل بفعل انقطاع الكهرباء او تحت وطاه الجوع او برصاصه قناصه تختطف روحه الطاهره او قذيفه وحشيه تهطل عليه لا يدري من اين ولا كيف يتقيها او بلغم زرع حول منزله او في طريق مدرسته مع كل تلك الالام تأتي كلمة الهدنة لتعبث بارواح متشظية جراء الحرب ودمارها ما لم تكن ان لم تكن جادة وصادقة اما الامل فانه معقود بان تذهب الهدنة لتطبيق لبنودها والانطلاق لما هو ابعد سلما وامانا ومعيشة لكل اليمنيين اذا اعزائي المشاهدين هي حلقة جديدة من برنامج صناعة السلام عن الهدنة الأممية (الآمال وردود الأفعال) بعد الفاصل مجددا أهلا وسهلا بكم في للنقاش وليس صناعة السلام أعزائي المشاهدين احتفظ جروند برج بنص اتفاق سكولم بشكل كبير لكنه نقله نصرا جديدا وخاصا به وفي التفاصيل تبادل الأسرى الكل مقابل الكل وفتح مطر صنعاء لرحلات جوية إلى وجهات محددة في المنطقة وسماح بدخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة وبدء الترتيبات لفتح جميع المعابر الخانقة لتعز الاعلان الاممي جاء بعد مباحثات المبعوث الاممي مع الحوثيين والذين استبقوا اعلانه بتسريبات تختلف قليلا عما اعلنه لكن هل ستنجح هذه المبادره اليوم وهي التي فشلت خلال سنوات ماضيه ومبعوثين سابقين وهل احتفظ لهم المبعوث الاممي الرابع المبعوث الجديد بخفايا تدفع لقبولهم بهذه المبادره وهل الاستقبال الشرعيه السريع للهدنه وتقديم مبادره في اطارها هل لها معان غير ما تعلنه الحكومه من تقديمها لاولويات السلام وهل هنالك رؤيه خاصة للمبعوث تنتقص أو تحافظ على مرجعيات الحل السياسي في اليمن؟ هذه التساؤلات في محورنا الأول الهدنة الأممية ورؤية المبعوث الرابع، المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن. في البداية يسعدني أن أرحب بضيفي عبر السكايب الدكتور عادل دوشيلا الكاتب والباحث أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا رمضان مبارك عليك ضيفي الكريم. شهر كريم على الجميع وعلى شعبنا اليمني في الداخل والخارج أخي دكتور عادل هدنة وإعلان موافقة لتنفيذ استوكولم كما يبدو أو بعض بنود استوكولم كيف قرأت جديد ما أعلنه المبعوث الأممي أمس من عمان بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية لك أخي الكريم طبعا هذه المبادره او هذه الهدنه اعلنت من قبل الامم المتحده ورحب بها التحالف العربي والحكومه اليمنيه وهذه الهدنه جاءت بناء على رغبه الجماعه الحوثيه وتنفيذ الشروط الحوثيه والقبول بما طرحت بما تطرحه الجماعه منذ فتره اي فتح مطار صنعاء الدولي وفتح ميناء الحديده واليوم قبل التحالف والحكومه اليمنية بهذه الشروط، والآن بالإمكان القول بأن الكرة في ملعب جماعة الحوثي. تبقى أن ننتظر ما ستؤول إليه الأحداث خلال الشهرين القادمين، هل ستقوم الجماعة الحوثية بفك الحصار عن مدينة تعز، وإعطاء بيانات أو خرائط للألغام التي زرعتها في في أنحاء البلاد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها على وجه التحديد وهل ستفتح الطرقات بين المحافظات لعبور المواطنين دون اعتراضهم وهل ستوقف حملة الاعتقالات ضد المدنيين وخصوصا المسافرين من وإلى مطار صنعاء الدولي إذا هناك رغبة لدى الجماعة الحوثية فانا باعتقادي ان الفرص الفرصه الان سانحه وبالامكان البناء على هذه الهدنه والدخول في مشاورات وفي, تفاو وفي مفاوضات كامله تضم جميع الاطراف اليمنيه بما في ذلك جماعه الحوثي رغبه الحوثيين وشروطهم قراءه ام معلومات ما الذي تقصده هل ما يخص فتح المعابر مثلا مطار صنعاء الدولي لوجهات محدده هل كان بناء على اشتراط الحوثيين ام بالمعايير التي وضعها التحالف والحكومه الشرعيه على سبيل المثال. دعك 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 من من الغوص في 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 المبادره او في هذه الهدنه ولكن الحكومه الشرعيه الحكومه الشرعيه والحوثيين برعايه امميه كانوا متفقين على ان يفتح مطار صنعاء. الخلافات كانت حول الآلية وحول التفاصيل. صحيح الخلافات كانت حول الآلية وحول التفاصيل وهناك مبادرات وضعت على أن تشرف الأمم المتحدة على مطار صنعاء أو حتى بالإمكان جامعة الدول العربية والجماعة الحوثية كانت تصر على فتح المطار صنعاء الدولي دون شرط أو قيد هذا صحيح ولكن التنفيذ جزء من ما يريدها الحوثي يعتبر انتصار سياسي للمدنيين وأخلاقي وإنساني قبل كل شيء أبناء شعبنا في الداخل يحتاجون إلى التنقل إذا من الجيد من الجيد أن أن نذهب بعيدا إن شاء الله بإذن الله في هذه الهدنة وفي تطبيق البنود المرافقة لها ما هي الرؤية الخاصة في ضوء ما أعلن وفي ضوء تحركات المبعوث الجديد منذ شهور وأنت المتابع ما هي الرؤية الخاصة بالمبعوث الرابع بشأن الحل المشكلة والحل في اليمن هل بدأت تتكشف هذه الرؤية هل هي قريبة من المرجعيات أم بعيدة أولا أي تسوية سياسية لا تحافظ على الجغرافيا السياسية اليمن ما بعد الحرب وأنا هنا دقيق في في المصطلح الذي أعنيه أو أعنيه أي تسوية سياسية لا تحافظ على الجغرافيا السياسية اليمن ما بعد الحرب ولا تحافظ على مؤسسات الجمهورية اليمنية بكل تأكيد سوف تفشل وأي تسوية خارج إرادة اليمنيين بكل تأكيد لن يكتب لها النجاح لكن الهدنة في حد ذاتها مؤشر إيجابي خصوصا ونحن في الشهر الكريم واليمنيون يحتاجون إلى من يداوي جراحهم في هذا الظرف العصري وبهذه الهدنه الانسانيه اذا قبلت بها الجماعه الحوثيه من خلال كما ذكرت لك في البدايه فتح الطرقات بين المحافظات وايصال المساعدات الى مستحقيها ومن ثم الدخول في مشاورات اساسيه تحت سقف الدوله الوطني او المشروع الوطني الجامع فبالامكان ان تنجح الامم المتحده وان ينجح الاقليم. هناك مساعي اقليميه سواء تلك المساعي التي تقوم بها بعض الدول الاقليم بين دول اقليميه منخرطه في الصراع سواء بشكل مباشر او بغير مباشر وهناك ايضا محاولات لاقناع الجماعه الحوثيه بضروره تنفيذ او بضروره الدخول في مشاورات جاده لانهاء الوضع القائم بناء على مخرجات الحوار الوطني وايضا المبادره الخليجيه وايضا مؤسسات او دستور الجمهوريه اليمنيه، هل ستقبل جماعه الحوثي؟ مره اخرى انا اكرر ان الكره ما تزال في ملعب جماعه الحوثي، فاذا قبلت بذلك بالامكان انهاء الحرب في اليمن والدخول في تسويه سياسيه شامله تضم جميع الاطراف دون استثناء. اذا بالامال التي يعني تضعها وايضا هي امال كل اليمنيين انهي معك هذه المداخله اشكرك جزيل الشكر الدكتور عادل دشيل الكاتب والباحث حول الهدنه الامميه ورؤيه المبعوث الرابع في حلقتنا اليوم من للنقاش اعزائي المشاهدين اذا الكره في ملعب الحوثيين والحوثيون معنيون بان يصنعوا جديدا لان الاطار الذي يجمعهم بدا يتشتت في حقيقه الامر، بدات الثورات الشعبيه في المحافظات التي يسيطرون عليها، بدات النقمه الشعبيه تؤتي اكلها على شكل اشكال متعدده من الحراك المجتمعي في إب في صنعاء وفي غيرهما إذا لا يمكن أن تستمر الحال مع هذه الميليشيات الحوثية وهي تنتهك كل حقوق الإنسان في البلد ويعيش الشعب في مناطق سيطرتها بلا كرامة وبلا أيضا معيشة كريمة وبالقدر المعقول الغلاء يتسع وينهش في أجساد كثير من اليمنيين الأرقام مخيفة فيما يخص المأساة الإنسانية خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات والميليشيات تقوم بنهب المساعدات الانسانيه الكبيره التي تاتي من هنا وهناك في اطار مبادرات دوليه واقليميه لانقاذ الشعب اليمني في ظل هذه الحرب المستطاله المستطاله هنا لسبع سنوات دون ضروره للاسف الشديد الا ان هذه الميليشيات هي من تغذي هذه الحرب كل هذه الفتره وربما ايضا ربما العجز عن انهاء هذا الصراع دوليا ربما لم تتوفر حتى الان الاليات اللازمه لدعم الحكومه الشرعيه في انهاء هذه المعضله الحوثيه وفي انهاء الانقلاب واستعاده الدوله واستعاده المؤسسات في المحور ايضا الاول من حلقه اليوم الدكتور عثمان العيدروس الكاتب والباحث السياسي اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك اخي وشهر مبارك شهر مرحبا بك وبجميع الاخوه والضيف المشاهدين والمستمعين شكرا على تهنيتك بالرمضان التي لم نبادئك بها إذا شهر مبارك علينا جميعا يتفق أم يختلف المبعوث الدولي في إعلانه الأخير جيروند برج عن المرجعيات وهل الحلول المقدمة ضمن الهدنة وفي إطارها تتضمن إشراف الحكومة على المنافذ وإيراداتها؟ اعتقد بالنسبه لما تم انجازه من قبل المبعوث الاممي والذي اعلن عنه خلال الايام الماضيه ودخل حيز التنفيذ قبل كم ساعه في يوم هذا الثاني من ابريل 2022 اعتقد أن هذا يعتبر امرا مهما وايجابيا كاسس أولية لإرساء السلام وبناء ما يتم ما بعد ذلك بعد هذه الهدنة إن إن تم تنفيذها بحذافيرها لعملية تسوية شاملة أما في خصوص استفسارك في مسألة المنافذ وإشراف الحكومة على فاعتقد ان ان جميع الامور المتعلقه بالهدنه وتفاصيلها سيتم الافصاح عنها لاحقا الو نعم انت معنا ونسمعك جيدا تفضل اذا أه؟ سيعلن عنها لاحقا لماذا لم يعلن عن نعم. عنها مع الاعلان ذاته خصوصا أنه تضمن الكثير من التفاصيل حقيقة كمتابعين للوضع وللإعلان أعتقد أن جميع التفاصيل وإمكانية تطبيقها سواء من الطرف الحكومي او الطرف الاخر في مساله نقطه الجبايه او نقطه المنافذ والاشراف عليها دعنا نكون ايجابيين في ومتفائلين خاصه مع التزام الاطراف المشتركه في الاحداث في اليمن وترحيبها كلها بهذه الهدنه التي سرت والتي تمت اعتقد انه بقيه الـ الـ الامور الاخرى الفنيه فيما يتعلق في جوانب الجبايه والاشياء الثانيه آه تم الترتيب لها مسبقا وما وصلوا الى هذه المرحله الا لهذا الشيء لكن الاشياء المهم هل سيتم هل آه سيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي الى الان لم يتم اظهاره في مساله اشراف الجانب الحكومي هذه او على هذه الجبايه او آه او الـ وجهات أو الرحلات الجويه يتم فرضها لذلك الرحلات الجويه تم تحديدها بـ بامور تم الترتيب لها مسبقا واعتقد ان الجهود الذي بذلت لاعلان هذه الهده لم تكن سريعه كانت اخذت وقتا وشوطا كبيرا تدخلت فيها دول اقليميه وكان لبعض الدول الـ الموجودة في الشرق الاوسط كذلك دور كبير في الوصول الى هذه الهدنه من تقصد من تقصد؟ في الدول التي تم اعلان هي كانت الدول عمان؟ كان لها دور كبير مثل مثل عمان نعم بالدرجه الاساسيه والدليل على ذلك اتصال الرئيس الامريكي بايدن بالمسؤولين العمانيين وشكرهم على جهودهم التي بدل في هذه الهدنه رحلات الطيران حددت الى دولتين عربيتين وهي رحلات تجاريه وهي المملكه الاردنيه الهاشميه وكذلك الجمهوريه العربيه المصريه. ستكون رحلات الإعلان الى مطار صنعاء لكن متى ستبدا؟ متى سيتم يعني أنه سيكون خلال الساعات القادمه. تقول بوادر حسنيه لدى واعلانات بالموافقه والترحيب بهذه الهدنه من جميع الاطراف لكن تقول وقائع من مأرب بان الحوثيون استمروا في نقض هذه الهدنه وفي الهجوم على بعض مناطق مأرب ما بعد اعلان الهدنه هل نحن بوارد مسار سلمي يبدا بحسن النيه ام نحن في متاهه من المراوغات التي لا تنتهي والتي يعني يجيدها كثيرا الحوثيون؟ آه، آه، من التجارب وال وال وتوقيف الحروب السابقه التي كانت ما بين 2000 الحرب الاولى والثانيه والثالثه والخامسه والسادسه وما بعد ذلك آه، وصلنا الى قناعه انه انه نعتقد أن الطرف الاخر لا يلتزم بهذا الشيء الا عندما تكون لذلك مصلحته، ولذلك هو سيلتزم في بعض الجبهات وفي بعض الامور مثل الضربات الجويه للاعتداء على الدول القوارب سواء بالمسيره او البالستيه ومثل بعض المناطق، ولكن اعتقد بالنسبه للميدان فانه تعتبر هذه المنطقه استراتيجيه ومهمه نعم نعم ومهمه جدا ولكن نتمنى نحن ان نسمع من الجانب الحكومي موقفه بوضوح جدا كما ذكرت انت حول وجود هذه الاختراقات وان نرى بمثل هذه الاختراقات يتم الرفع بها الى المبعوث الاممي والى الدول الراعيه لهذه الهدنه كذلك. حتى تنجح يفترض ان يكون للمبعوث الاممي تدخل مباشر وسريع مع هذه الاختراقات، أليس كذلك؟ آه يجب ان 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 نستوعب ان المبعوث الاممي هو يقوم بدور الكوردينيتر المنسق والوسيط ما بين الاطراف. آه هناك لجان آه توجد في عمليه الرصد وفي عمليه التثبيت والاشياء هذه ولكن ينبغي للجانب الحكومي كذلك اشعاره فقط في, في في هذا الجانب حتى يتم في الاحتجاج ويتم تنبيه الط الطرف الاخر بالاختراقات التي الذي تتم وينبغي الالتزام بهذه الهدنه ومراجعه الدول الاخرى الضامنه لهم في هذه الهدنه حتى يكون لها دور في عمليه الالتزام بهذه الهدنه وسريانها ونجاحها. جزيل الشكر دكتور عثمان العيدروس الكاتب والباحث السياسي كنت معي في المحور الاول من حلقه اليوم اعزائي المشاهدين نذهب الى فاصل ثم نعود في المحور الثاني من للنقاش. مجددا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين للنقاش فور إعلان المبعوث الأممي عن التوصل لاتفاق هدنة يبدأ مطلع رمضان الجاري بادرة الحكومة اليمنية وبتوجيهات خاصة من رئيس الجمهورية حسبما أعلن وزير الخارجية بالموافقة المباشرة على الهدنة بل والسماح لناقلتي نفط بالدخول لموانئ الحديدة وهي هنا بادرة حسنية ودليل إضافي على الرغبة الجادة في السلام من قبل قيادة الشرعية والالتزام الرسمي بمقتضيات العمل والمهمة الحكومية الرسمية من أجله وتنفيذا مسؤولا لواجبات حكومية تتصف بها قيادات الشرعية إذا لكن هل كان هنالك مبالغة في ضوء المعرفة اليمنية بالحوثيين ومراوغاتهم؟ ولماذا استبقَت الميليشيات الحوثية تسريب بنود تنتقص مما أعلنه المبعوث الأممي حيث قدمت استثناء فيما يتعلق الأسماء الأربعة المشمولين بالقرارات الدولية من الأسرى وهما القائد العسكري فيصل رجب والسياسي المعروف محمد قحطان هل نحن أمام فصل من فصول تلاعب الحوثيين والمبعوثين كما يرى البعض، المحور الثاني إذن من حلقة اليوم حول مبادرات الحكومة ومراوغات الحوثيين. أستضيف في بداية هذه بداية هذا المحور، بداية المحور معي معي إذا الكاتب والصحفي والناشط السياسي الأستاذ ودي عطاء أهلا وسهلا بك. حياك الله اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام آه شهر مبارك وتقبل الله طاعاتكم آه كيف جاء استقبال الحكومة اليمنية لما أعلنه المبعوث كيراندبرج وهل تتوازى مع أهمية وشكل البنود المعلن عنها الحقيقة بأن موقف الحكومة الشرعية يتسق مع مواقفها السابقة والدائمة أصلا في كل ما يتعلق بمبادرات السلام وإيقاف إطلاق النار في اليمن منذ بداية الحرب ومع كل مبادرة أو خطة يتقدم بها أي طرف دولي أو إقليمي للبحث عن السلام، منذ مباحثات الكويت ثم جنيف ووصولاً إلى مباحثات أو مشاورات الرياض اليوم، وما رافقها أيضاً من مشاورات كانت بالتوازي في عمّان تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي، وفي جميعها كانت الحكومة الشرعية هي التي تأخذ زمام المبادرة في مسألة القبول بوقف إطلاق النار أو القبول بأي خطة تدعو للسلام في اليمن من منطلق حرصها ايضا على مساله تحقيق السلام في اليمن ومن منطلق ايضا الحرص على مصلحه الشعب اليمني وتحقيق سلامه وامنه واستقراره وذلك تماما ما يتناقض مع تقوم به مع ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابيه. هل تحافظ الحكومه الشرعيه على الاطار السياسي المناسب للاتفاقات بمعنى المرجعيات الاساسيه الخاصه بالشكل وكيان الدوله ومؤسساتها والاعتراف الشرعي بها من خلال هذا الاتفاق خصوصا فتح الاجواء لمطار صنعاء هل هو ضمن اطار الشرعيه وباشرافها؟ من واقع متابعه ومراقبه لاداء الشرعيه منذ بدايه الحرب وحتى الان وفي كل الاتفاقات وفي مختلف المحطات يعني كانت الشرعيه دائما في مصلحه الشعب اليمني وفي وفي صف المواطن اليمني ودائما تنطلق من منطلق مصلحته العليا لذلك لا يمكن ابدا القول بان هناك حجه يمكن ان تقام على الشرعيه اليمنيه لانها دائما تكون في الموقف الايجابي وان كان الطرف الحوثي يتهمها في بعض الاحيان ببعض الخروقات لكن كل الوقائع والشواهد تؤكد بان الخروقات دائما والاختراقات والهدن والاتفاقات تاتي من طرف ميليشيا الحوثي الانقلابية لكن السؤال يبقى ايضا عن الاداء الحقيقي لمراقبي المبعوث البعثات الاممية سواء المتواجدين في الحديدة والمتواجدين في خطوط النار التنفيذ لاتفاق السويد او حتى المراقبين للشان العام من داخل مكتوب من داخل مكتب المبعوث الاممي والذي يفترض بأن تكون هناك شفافية ومصداقية مع الرأي العام المحلي والدولي كذلك بتسمية الطرف المعرق المعرقل وبتسمية الطرف الذي يخترق كل هذه الاتفاقات وتسمية الامور بمسمياتها إذا أنا أفهم منك أفهم منك أن هنالك حسن نية تبديه الحكومة الشرعية على الدوام ومع كل محطة يمكن أن تنفرج بسلام أو إلى محطات سلام أليس كذلك؟ لكن ما يقدمه الحوثيون أيضا كما أفهم منك وكما نتابع في البدء حتى الآن تبادر الحكومة الشرعية فيما لا تفعل الميليشيات ذات الأمر نتكلم عن تسريباتهم ونتكلم عن أيضا ممارساتهم على أرض الواقع نعم صحيح ميليشيا الحوثي لو نتذكر في رمضان الماضي سبقت حلول الشهر الكريم بالتفاعل عمليا مع تغريدات خبرية نشرتها وكالة مهر الإيرانية وتقول بأن الحوثيين سيفطرون في, في, في مارب في مارب نعم وهذا العام كذلك وفي نفس التوقيت أيضا شنت هجومها وبينما اليمنيون يخوضون مشاورات الرياض بحثا لفرصة للسلام أن تبادر ميليشيا الحوثي بالحشد العسكري من الجهة الشرقية تحديدا من جهة البلق الشرقي لمدينة مارب وتشن هجوما عنيفا بالقصف المدفعي وتحاول أن تحدث اختراقا عسكريا لكن الجيش الوطني كان متنبها لهذه الأمور وبالتالي هذه معطيات عملية يفترض أن 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 يكون لها صدى على الأقل لدى في تصريحات البعثة الأممية والمبعوث الأممي وأن يقولوا بأن هناك طرفاً ما لا يريد تحقيق السلام، لأنه في الأخير نحن كيمنيون وحتى المتابعين العرب يدركون تماماً بأن الطرف الوحيد في الأزمة اليمنيه الذي إذا أوقف إطلاق النار فإن السلام سيتحقق في اليمن وهو بالتأكيد طرف الميليشيا الميلي. <applause> نعم، لكن أليس من الواجب أن يكون هنالك تصريح من وزير الخارجية الذي أعلن دخول ناقلتي نفط الى الحديده بناء على حسن النيه، اليس من الواجب ان يكون هنالك تصريح بان هذا اول خرق للهدنه، اول اختراق يجب ان يتوقف الان؟ تسميه وزير الخارجيه وتسميه وزير الاعلام وتسميه اي مسؤول في الحكومه يثير التساؤل عن الناطق الرسمي باسم الحكومه اليمنية لماذا لم يتم تعيين ناطق رسمي حتى الان بدلا للاستاذ راجح بادية الذي تعين في وقت سابق يعني سفيرا لليمن في قطر لماذا لا يزال حتى الان ليس هناك من ناطق رسمي او حتى يسمى وزير الاعلام ناطقا رسميا للحكومه لانه في الاخير نحن كراي عام محلي او حتى المراقبين الدوليين بحاجه الى ان يعرفوا موقف الحكومه من اي خروقات تحصل او من اي انتهاكات تحدث من قبل ميليشيا الحوثي عاده وزير الخارجيه يقوم بالدور في في كثير من المواقف وعلى كثير من الصعود الدولية أيضا وزير الخارجية يمكن أن يقوم بالدور وهو هنا قام بالدور ويفترض استمراره أليس كذلك من الطبيعي أن يعني يكون هناك رد فعل من الحكومة بشكل عام وليس من الخارجية فقط لأنه التعامل مع مع الشرعية مع مع ميليشيا الحوثي ومع المجتمع الدولي لا ينبغي أن يقتصر على وزارة معينة نعم. إلا في الصلاحيات المحددة لها لكن نحن لا نت يعني الرد المطلوب ليس من وزاره بعينها بقدر ما هو مطلوب من الحكومه باكملها بل وشرعية هي التي تعتبر امام الراي العام الدولي والاطراف الدوليه وهذا انتصارا وهذا سيكون سيكون هذا انتصارا للهدنه ولتنفيذها على التمام الانتصار الاخلاقي حتى الان هو في طرف الحكومه الشرعيه في كل يعني في كل الاحوال يعني الحكومه نعم. الشرعيه هي التي بادرت للاعتراف بالهدنه هي التي قبلت بها هي التي اعلنت على لسان خارجيه مساله اطلاق السفن او السماح بمرور السفن ومساله وإبداء النوايا كذلك عمليا تجاه مطار صنعاء واليمنيون كشعب ايضا يتمنون كل خطوات يعني تصب في مصلحه المواطن اليمني الذي من شانها ان توفر عليه الجهد والتعب الذي يكلفه المعيشه الصعبه التي يعيشها ودي عطاء، ودي عطاء الصحفي والناشط السياسي اشكرك جزيل الشكر عن مبادره الحكومه ومراوغات الحوثيين ونتمنى ان نصل لحل فيما يخص هذه المعضله، اليمنيون جميعا يتمنوا انتهاء هذه الحرب، يتمنون السلام، يتمنون الامن والامان، يتمنون ان تعود البلاد الى عهدها والى التنميه والى الوضع الطبيعي في معاش ومعيشه اليمنيين. استقبل اذا الاتصال الاخير في حلقه اليوم وفي المحور الثاني من حلقه اليوم الاستاذ وضاح الجليل وهو الصحفي والباحث اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك وبجميع الساده المشاهدين وكل عام والجميع بخير ان شاء الله شهر مبارك على الجميع على الجميع ان شاء الله تبارك وتعالى استاذ وضاح لماذا جاءت الصيغه ضعيفه فيما يخص المعابر بتعز وهي بدء المفاوضات بشان فتحها بعكس المنافذ البريه والجويه البحريه والجويه والتي جاءت الصيغه فيها قاطعه فيما اعلنه المبعوث الاممي. نعم هذه شروط الحوثي اذا قرانا الهدنه او شروط الهدنه جيدا ولا يحتاج حتى ان نقراها جيدا الطفل حتى اذا نظر في هذه الشروط سيجد انها تخدم الحوثي وانها وفق او فصلت على مزاج الحوثي ووفق رغباته والحوثي هو من يبحث عن هذه الهدنه برغم ان بقيه الاطراف الاخرى تسعى اليها ايضا لكن الحوثي للاسف هو من يضع هذه الشروط وهو من يتحكم بما ينبغي تنفيذه وما لا ينبغي. ما أنا... الذي يدفع الحوثي للبحث عن هذه الهدنه وعن هذه الاتفاقيات؟ تنفيذ بنود ستوكهولم على العموم هي بنود ستوكهولم اليس كذلك؟ الحوثي آه وافق على هذه الهدنه او بحث عنها آه لانه في هذه الفتره يمر بحاله ضعف شديده ميدانيا وايضا اقتصاديا لذلك وحتى سياسيا لذلك هو يريد فتره استراحه يجمع فيها انفاسه يستعيد قدرته على جمع وتحشيد المقاتلين وايضا وهو سيقدم خدمه وحيده هو سيقدم خدمه وحيده وهي الاسرى الذين يعني عاده يعود لأسر العديد الاعداد حتى, حتى حتى هذا الامر ايضا هو خدمه له اكثر مما هو خدمه للاخرين هو فقط هذه المره بادر بتقديم تنازلات في في بشان الاسرى قد يريد ان يطلق سراح عدد من الاسرى الذين تحفظ عليهم لفتره طويله ومنذ بدايه الحرب لكن في النهايه هذا ايضا يخدمه لانه يريد كما ذكرت لك يريد تحشيد مقاتلين وهناك لديه الكثير من الاسرى من المقاتلين ويبدو انهم قاده واسماء كبيره ولديها خبره قتاليه كبيره بينما الاسرى لديهم ليسوا اسرى في الحقيقه بل أغلبهم ربما ما يقارب في 90% منهم هم مختطفون من منازلهم ومن مقار اعمالهم من الناشطين والصحفيين والمدنيين والاطباء في ذات الامر الذين كانت في ذات الامر اخي وضاح سرب الحوثيون صيغه الاتفاق منقوصة حيث تم يعني تحوير تبادل الأسرى الكل مقابل الكل هل هي بداية وهنا التحوير جاء بأن اثنين فقط من الأسرى الأربعة المشمولين بقرارات دولية من سيطلق في هذه العملية بينما إعلان المبعوث الأممي كان عاما هل هي بداية للألعاب أم أن اللعبة سبقت بتوافق مع المبعوث الأممي حول هذا الأمر بالتاكيد الحوثي لديه الكثير من الألاعيب والأمم المتحده تيسر له ما يشاء في ذلك وستتنصل في النهايه عن كل شيء لكن ينبغي على الأطراف الأخرى ان تكون منتبهه وان لا تقع بسذاجه في هذه الخدع والألاعيب والأمم المتحده معروف انها متواطئه مع الحوثي منذ البدايه وتيسر له ما يشاء وإما لنحو الفساد فساد داخل أروقة الأمم المتحدة أو تواطؤ من قبل الأطراف الدولية التي لديها رغبة في استمرار الحرب في اليمن وبقاء الحوثي كورقة ابتزاز في المنطقة أو حتى لرغبة المبعوث الأممي نفسه لتحقيق وإنجاز شيء يضيفه إلى نجاحاته أو ما يظن أنها آه نجاحات آه يحققها لكن ينبغي اليمين. التنبه لذلك نعم اذا نعم يجب و... التنبه للاعيب آه الحوثي آه ونتمنى ان يصدق ولو آه هذه المره آه بمثل هذه البنود لما فيها من اهميه لصالح كثير من الاسر، كثير من آه اليمنيين الذين يعانون الامرين بسبب مغامرات الحوثي. اشكرك جزيل الشكر والضاح الجليل الصحفي والباحث كنت معي في المحور الثاني من حلقة اليوم حلقة اليوم كانت عن الهدنة الأممية الآمال وردود الأفعال نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح ما يهم جميع اليمنيين في أول يوم من شهر رمضان الكريم ألتقيكم في حلقة قادمة في أمانة